في مقطعنا هذا جبت لكم ثغرة جديدة من اللفة الثانية أخي الكريم المجانية. إن شاء الله سوف تحصلون على لاعب إيبيك إن شاء الله، يعني الثغرة سوف تزيد حظوظك بنسبة 70%. إن لم تشتغل معك يا أخي الكريم الثغرة هذا اليوم فاحتفظ بها لغدا إن شاء الله وجربها مرة أخرى، وأنا متأكد أنك سوف تحصل على لاعب إيبيك إن شاء الله. المهم أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند كولومواني مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند ليزارازو. بالنسبة للخطوة التالية الدخول عند نونو مينديز مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، ثم نفس الشيء عند جواو فيليكس، ثم سوف ننتقل عند فاندر فارت مرة واحدة، نفس الشيء عند روزيغي، ثم فرناندو توريس مرتين، نفس الشيء عند بارك جينسون. بالنسبة لخوليو سيزار ثلاث مرات وفان باستون أربع مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية، واكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.